الحقيقة الدقيقة أن بعض الحروف، حروف المعاني، منها لو. لو كما قال النحاة حرف امتناع لامتناع، لو جئتني لأكرمتك، امتنع إكرامي لك لامتناع مجيئك. أما لولا حرف امتناع لوجود، لولا المطر لهلك الزرع. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أنهم استقاموا على الطريقة على منهج الله لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هم لم يستقيموا، إذن هناك معالجات منها الجفاف. أما آية اليوم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هناك ربط بين الرزق والاستقامة، يعني هناك مئات القوانين الثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تعدل ولا تجمد ولا تضعف، إلا أن الله سبحانه وتعالى موضوع الصحة والرزق جعلهما متبدلين. ليكون موضوع الصحة والرزق أداتين تأديبيتين من الله عز وجل. والدليل، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إذا نحن نؤمن أن الرزق بيد الله والصحة بيد الله، هذان الشيئان الخطيران بيد الله عز وجل، يستخدمهما الله رب العالمين لحكمة بالغة بالغة. قد يستخدمان تأديبا وقد يستخدمان تكريما. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم. إذن هناك ربط بين المظاهر الطبيعية وبين سلوك العباد. هذا الربط يؤكد أن الخالق واحد، الذي خلق الموت والحياة، خلق الصحة والمرض، خلق القوة والضعف، خلق المياه الوفيرة مع شح الأمطار بيد الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى لا إله إلا الله. يعني القرآن الكريم ذكر فحوى دعوة الأنبياء جميعا بكلمتين، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل. أنت بين فكر وسلوك، بين منطلقات نظرية وخطوات عملية. فملخص العلم التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ألا ترى مع الله أحدا، لا معطي ولا مانع، ولا رافع ولا خافضة، ولا معز ولا مذلة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، في بداية الآية هناك إشارة لأهل القرى، من المقصود شفنا بها؟ والله في استنباطات كثيرة. يعني هو القرآن حمال أوجه، يبدو أن المجتمعات كلما ضاقت دائرتها ازداد الضبط الاجتماعي، وكلما اتسعت ضعف الضبط. قرية محدودة الخطأ فيها يذاع ينتقل، هناك من يلوم. مدينة عملاقة فيها 50 مليون، قد يفعل الإنسان كل الموبقات ولا أحد يدري به. فكلما ضاقت الدائرة ازداد الضبط، وكلما اتسع ضعف الضبط. لذلك الله عز وجل قال ولو أن أهل القرى، هي إشارة عميقة جدا. كلما ازداد التجمع ضعف الضبط، وكلما ضاق التجمع اشتد الضبط. يعني كل ما كانت المدينة أكبر. نعم. في عصرنا الحالي المدن الكبيرة طبعا فيها موبقات لا يعلمها إلا الله، ما حدا بيعرف القرى حلق. أقل أنه القرى في تواصل والجميع يعرف الخطأ البعض. يشتهر. طيب شيخنا، هذه الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا تأتي في سورة الأعراف، ولها سياق ما قبلها وما بعدها ومناسبتها لهذه السورة. لو أشرتم شيخنا أو وضحتم لنا مناسبة هذه الآية لموضوع سورة الأعراف. نعم، الآية تقول وما أرسلنا في قرية من نبي
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. كما قانون بلدة شردت عن الله، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أنا أضرب مثل بسيط، إنسان يمشي في الطريق رأى ابنه ورفيقيه، الابن يدخن فغضب غضبا من ابنه كثيرا، أما ابن عمه يدخن الغضب أقل، أما الثالث ما بيعرفه تركه. كلما كانت الرحمة أكبر كان المتابعة أشد. الله أرحم الراحمين، خلقنا ليرحمنا، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كلمة ولذلك خلقهم، اركل بقدمك كل كلام آخر، بقدمك اركله. خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلقنا للنعيم المقيم، خلقنا للجنة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ففي أفكار أخرى أنه الله كاتب عليه، الذي يفعل المعصية ويتوهم أن الله كتبها عليه هذا نوع من الكفر. يعني واحد ما درس وأما نجح، أم الله قال، أم قال هذا الطالب الله كاتب عليه ما أنجح؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام بده عقاب كمان. طيب شيخنا، في هذه الآيات أيضا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. لماذا السؤال هنا شيخنا، لماذا قص الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام طرفا من أخبار تلك القرى؟ هي الحقيقة أن القصة لها شيء آخر، هناك كلام مباشر، هناك كلام غير مباشر. يعني واحد الأب أعطى لابنه توجيهات دقيقة جدا بعدم السرعة، معه سيارة ابنه، أما حينما يرى الابن حادث سير مروع، ثلاثة ميتين والدماء ماشية، هي أبلغ من النص. فالقصة أداة تعبيرية عميقة جدا. دائما إن أردت أن تهدم الطرف الآخر استخدم القصة، اقرأ عن الصحابة، عن التابعين، عن العلماء الكبار، عن تاريخ هذه الأمة. وإذا أردت أيضا أن تحطم القيم ائت بالأفلام. فلذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، القصة فيها عبرة. قلت قبل قليل حادث مروع، ثلاثة ميتين، أبلغ من 1000 محاضرة بعدم السرعة. فالقصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مع البرهان عليها. نعم. طب أيضا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ونحن في ربيع القلوب نتناول هذه الآيات، سبحانه وتعالى جمع بين الإيمان والتقوى بقوله آمنوا واتقوا. يعني برأيكم شيخنا كيف نفسر الجمع بين الإيمان والتقوى، وهل أن الإيمان لم يكن كافيا لهذه البركة مجردا عن التقوى؟ أنا قد أؤمن بضرر هذه المعصية، أما حينما يستنير قلبي بنور الله أرى رؤيا أبلغ من فهمي الفكري، في فهم فكري وفي رؤية تقوى. نعم، الآية تقول يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله، دقيق، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. للتوضيح الدقيق، هذه العين بأعلى درجة من البصر، 6/6، والغرفة ما في ضوء، فالأعمى والبصير بهالغرفة سيان، لا بد من نور. فكما أن العين تحتاج إلى نور متوسط بينها وبين المرء، العقل يحتاج إلى نور إلهي يتوسط بين العقل وبين الحقيقة. كلام دقيق جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
ويجعل لكم نورا تمشون به. فلذلك العقل وحده لا يكفي لمعرفة الحق. العقل أعقد جهاز بالكون، أعقد جهاز بالكون في مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. أنت لا تفهم شيء إلا بسبب. يعني أغلقت البيت وسافرت لنزهة شهر زمان، رجعت الإضاءة المصابيح متألقة، وأنت أغلقت الكهرباء كليا بالبيت. تضطرب، لما تضطرب؟ أنه أنت لا تصدق أن هذه المصابيح تألقت وحدها. هذا مبدأ السببية. شيء آخر، ترى شاحنة وراها سلسلة، لما هذه السلسلة تلتصق بالأرض؟ ما لك علاقة بالشاحن إطلاقا ولا بالنقل البضائع، بس عندك حاجة عقلية ما علتها. هذا مبدأ الغائية. الغائية حاجة عقلية، يعني أنت مثلا الغاية من كذا ما هي. نعم، هالبقرة هي تعطي 70 كيلو حليب، وليدها يحتاج لكيلين حليب، الفرق لمن؟ تجي الآية: والأنعام خلقها لكم، خلقت لكم خصيصا. وكلمة لكم بعتقد وردت فيها 20 مرة بالقرآن، يعني هي مخلوقة لكم، مصممة لكم خصيصا. شيخنا، هل يمكننا أن نفهم من الجمع بين الإيمان والتقوى وربطها بفتح بركات السماء والأرض أن يعني حل مشكلات المجتمع وحل مشكلة العالم الإسلامي في ظل ما نعيشه الآن بالإيمان والتقوى فقط؟ بآية واحدة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما له معنى إطلاقا. لا، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. والآية أدق من ذلك: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الآن الفاعل هو الله، القوي هو الله، المتصرف هو الله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الآية دقيقة: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال تزول من مكرهم، لكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأنت في حصن حصين. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ مصطلح البركة شيخنا هنا في هذه الآية: بركات من السماء والأرض. ربما السؤال هنا هو الفرق بين فتح البركات وفتح أبواب كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يعني يفتح على أهل الإيمان بركات السماء والأرض كما في الآية أهل الإيمان والتقوى، أما أهل الكفر قد يفتح عليهم أبواب كل شيء: المال والرزق والجوع والمرض. يعني إنسان دخله محدود، يعني شو الفرق بين البركة والرزق؟ دخله محدود، اتزوج زوجة صالحة مؤمنة، والدخل محدود، يأكل ويشرب ويتنعم بأولاده وبزوجته وبمكانته وبدعوته إلى الله، ودخله 1% من دخل واحد متفلت. يعني أنا بذكر قصتين: واحد من كبار أغنياء العالم بيملك 93 مليار، على فراش الموت ماذا قال؟ قال: هذا الرقم لا يعني عندي شيئا. والثاني يملك 700 مليار، أكبر ثروة بيملكها إنسان، أيضا هذا الرقم لا يعني عنده شيئا. لذلك هناك شرح دقيق للرزق والكسب: الرزق ما انتفعت به، الرزق ما انتفعت به. والحديث يقول: ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. معنى الذي تنتفع منه مباشرة 3 بنود: بندان ليس لهما أثر مستقبلي، أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. أما الآخر الحجم المالي اسمه كسب. في إنسان يملك 90 مليار، قال علي فراش الموت: هذا الرقم لا يعني عندي شيئا. والآخر يملك 700 مليار، هذا كسب. الكسب لم تنتفع به لكن تحاسب عليه. الرزق انتفعت به
بندان ليس لهما أثر مستقبلي، وبند هو الحقيقة الدقيقة التي نعيش من أجلها. الحقيقة الدقيقة، الإنسان إذا شرف على الموت بيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. معنى ذلك أن علة وجوده الوحيدة في الدنيا العمل الصالح. ولما سمي العمل صالحا؟ لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وفق السنة. طيب فضيلة الدكتور، هل البركة والرزق منحصران فقط في المال أو الكسب الرزق؟ لا لا لا، دقيقة. أم هي أعم من ذلك؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالإيمان رزق، الانضباط رزق، الاستقامة رزق، السعادة البيتية رزق، الزوجة الصالحة رزق، الأولاد الأبرار رزق. في مئات أنواع الرزق ما لها علاقة بالمال إطلاقا. عندك ابن صالح، زوجة صالحة، عندك مكانة اجتماعية، عندك راحة نفسية، عندك توفيق بعملك، عندك سعادة تعيشها السعادة هي. فعطاءات الله لا تنتهي، هو مبارك، يعني عطاء كثير، بركة كبيرة جدا. يعني أنا أقول كلمة لا أبالغ بها، هذا المؤمن المستقيم يلي عرف الله فاستقام على أمره، إن لم يقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، عنده مع الله مشكلة. إله، أنت مع الخالق، مع القوي، مع العليم، مع الحكيم، مع الرحيم، وكل من حولك بيده. دقيق الكلمة، إذا في عنا شيء 50 وحش كاسر جائع مفترس، هذه الوحوش كلها مرتبطة بجهة عليمة حكيمة قوية. أنا علاقتي مع الوحوش أم مع من يملكها؟ سؤال. مع من يملكها؟ الدليل فكيدوني جميعا، يتحدى قرآن، ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وحينما تأتي على بعد لفظ الجلالة، معنى ذلك أن الله جل جلاله ألزم ذاته العلية أن يكون مع عباده وفق ما ينبغي. طيب فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، قد يقول البعض أنه نحن نرى أنه بعض أهل الباطل أو أهل غير الإيمان أو حتى غير أهل الصلاح فتحت عليهم أبواب الرزق والرزق الوفير والسعة، فقد يقول أنه والعكس، لا لا يجد أنه اسمع الجواب، الإنسان الصالح فقير ومتعب. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، ما قال باب، أبواب، ما قال شيء، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بغتة. بربك، إذا مريضين أمام طبيب، الواحد معه التهاب معدي حاد يحتاج إلى حمية قاسية جدا، 6 أشهر على الحليب فقط، والثاني معه ورم خبيث منتشر، فالأول أخضعه لحمية قاسية جدا، أما الثاني سأل الطبيب ماذا آكل؟ قال كل ما شئت. أيهما أفضل، أن تخضع لحمية قاسية أم أن تأكل ما تشاء؟ واضحة تمام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عبرة بالآخرة. طيب. عبرة بالمصير. جميل جدا. طيب فضيلة الدكتور، تعقيبا على هذه الإجابة، أنه بعض الصالحين أو الملتزمين ربما قد يظن أنه الآخرة للمؤمن والدنيا للكافر، هل يزهد المؤمن بالدنيا إطلاقا؟ لا، في كمان كلام دقيق جدا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة الدنيا جنة القرب، وجنة الآخرة جنة الخلود. لكن الله عز وجل في الدنيا يعني يعالج عبد المؤمن، بيعالج معالجة لطيفة، فإذا انشغل بشيء دون هدفه الكبير يضيق عليه.
واحد معه التهاب معدي قلت لك، فأخضعه الطبيب لحمية قاسية، قام نجا من هذا المرض كليا وعاش حياة سعيدة. ما الذي شرد عن الله شرود البعير، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإذا كان في معالجة معنا في أمل الشفاء التام. لذلك أهل الجنة إذا انتهت حياتهم يقولون لم نرى شرا قط، مع أنه تعبوا كثيرا في الدنيا حتى استقاموا وحتى فتح الله عليهم قربه. أما أهل الجنة أهل النار يقولون لم نرى خيرا قط. فالعبرة في النهاية في المصير. فضلت الدكتور في الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. هنا الآية أتت بوصف بالكذب وليس بالكفر. إيه ما الفائدة ربما هنا من الإشارة إلى الكذب لا الكفر؟ الكذب أنت حينما يقول لك الطبيب لابد من حمية قاسية جدا وأنت لطيف واجتماعي تدفع له الأجرة وتشكره وتصافحه ولا تأخذ الدواء. عدم أخذ الدواء تكذيب عملي. مدحه وأثنى على علمه وأعطى الأجرة لأنه لم يأخذ الدواء، هذا تكذيب عملي، والتكذيب العملي أخطر. الذي كذب نظريا بتناقشه بتحاوره بتقنعه، الذي قال لك الدين عظيم والإسلام عظيم وواضع آيات قرآنية على ببيته ومصحف على سيارته وما له ماشي مستقيم، هو المظاهر الشكلية لا تقدم ولا تؤخر. فنحن عندنا مظاهر إسلامية رائعة جدا، مساجد رائعة وفرش وسير بالمساجد واحتفالات دينية رائعة جدا، بس بيتنا إسلامي، دخلنا إسلامي، انفاقنا إسلامي، نشاطنا إسلامي، حرفتنا إسلامية، أفراحنا إسلامية، أفراحنا إسلامية، كله خلاف الشرع. فلما لم نطبق ما كلفنا به الله عز وجل في حل من وعوده كلها. سبحان الله. طب فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، في هذه الآية قوله تعالى فأخذناهم بما كانوا يكسبون، في الآية التي قبلها فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الأولى ذكر الطريقة والثانية ذكر السبب. نعم. كيف يعني نفهم هذه الآيتين؟ موت الفجأة لغير المؤمن بيكون غارق بالمعاصي والآثار، أما المؤمن قد يعالج، قد يأتيه مرض وبيل يتوب فيه من بعض الأخطاء، قد يحرر دخله، قد يحرر علاقته، قد يبدل وظيفته إذا كان وظيفة ما ترضي الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء. فالبطولة أن تكون خاضعا للمعالجة. هذا مرة ثانية حقولها، أن الطبيب قال له كل ما شئت، هذا مؤشر خطير جدا، ما في أمل بالشفاء، معه ورم خبيث منتشر. أما بأخضعه لحمية قاسية هذا مؤشر إيجابي، ما دام الله يعالجنا ويضيق علينا نحن في خير. في الآية التي تليها فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، هل النوم بمعناه الحقيقي أم بمعنى وهم غافلون؟ لا تحتمل معنيين، تحتمل إما أن يأتي بالليل أشخاص في مصائب جاءت في الليل، في أشخاص ناموا وما استيقظوا، ناموا على معصية وما استيقظوا، في أشخاص قد تأتي في النهار. نعم. القرآن حمال أوجه ويحتمل الوجوه كلها إن كانت مشروعة. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعي الإسلامي على هذا اللقاء وعلى هذه الكلمات الطيبة. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج ربيع القلوب الموسم الثاني نتابع معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة مع آيات جديدة من كتاب الله تعالى وتدبر جديد مع ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أشكركم دكتورنا مرة أخرى. أشكر لكم مستمعينا الكرام على المتابعة والإنصات. لكم التحية من فريق العمل، محمود الدمنهور، معتصم السلامة، ومني مصابر الشهال. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.